مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار الائتلاف نقدمها لكم عبر منصاته، نستهلها بالعناوين. تقرير ميداني، 10 شهداء ضحايا نظام وميليشيا BYD في المناطق المحررة خلال الشهر الفائت. الخارجية الأمريكية تدرج 3 مسؤولين في نظام الأسد على لائحة الحظر وتتعهد بتعزيز المساءلة. الائتلاف الوطني، قرار ميليشيات BYD الإرهابية بحظر النقاب يهدد النسيج الاجتماعي السوري. وفي نشرتنا أنباء أخرى متفرقة تتابعونها بعد الفاصل. أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة تقريرها الشهري عن أبرز انتهاكات نظام الأسد وميليشيات BYD الإرهابية في المناطق المحررة خلال شهر أيلول 2022. وأشارت المديرية إلى أن حصيلة الضحايا من المدنيين كانت 10 شهداء، وبلغ عدد المصابين 31 شخصا، منهم 16 رجلا و6 نساء و9 أطفال. وأوضح التقرير أن نظام الأسد وحلفائه كانوا مسؤولين عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 27 مدنيا بينهم 14 رجلا و6 نساء و7 أطفال. رحب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت 3 ضباط جدد من نظام الأسد من المتورطين في الهجمات الكيماوية، لافتا إلى ضرورة توسيع هذه العقوبات لتشمل كل مسؤولي نظام الأسد المتورطين بارتكاب جرائم حرب في سوريا. وأشار بركات إلى أهمية فرض المزيد من العقوبات على مسؤولي نظام الأسد وحلفائه، ولفت إلى أن لجنة متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني تعمل مع المسؤولين على تطبيق قانون قيصر في الإدارة الأمريكية على تتبع تلك الجهات المتورطة بارتكاب الجرائم وكشفها وفرض عقوبات عليها. وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم أمس الاثنين حظر دخول 3 مسؤولين عسكريين من نظام الأسد لتورطهم في ارتكاب هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في غوطة دمشق بسوريا في شهر آب 2013. وأضاف بركات أن العقوبات الأمريكية تؤكد ضلوع الأسد بجريمة الكيماوي في الغوطة، ما يستوجب محاسبته كمجرم حرب. نرحب بحزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت على 3 ضباط تابعين لنظام الأسد، كان لهم دور كبير في الإجرام الذي مارسه النظام على أهلنا في ريف دمشق، وخاصة في الغوطة، في غوطة دمشق، حيث كان لهم دور في استخدام الأسلحة الكيماوية والأسلحة المحرمة دوليا هناك على أهلنا في الغوطة. ونؤكد في الائتلاف وفي فريق قانون قيصر أو متابعة قانون قيصر في الائتلاف على أهمية تركيز هذه العقوبات على شخوص النظام، سواء كانت الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية أو حتى السياسية، لأن هذه هي أدوات النظام التي يستغلها في استمرار سلوكه العدواني والإجرامي. ونؤكد أيضا على استمرار تواصلنا وتنسيقنا مع الجهات الأمريكية في سبيل أن تكون هذه العقوبات أكثر تركيزا على النظام، وأن تكون أقل أثرا على المدنيين المتواجدين في مناطق النظام. ولهذه الحزمة أهمية قانونية تكمن بأنها تؤكد التقارير الدولية الأممية التي تحدثت عن مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية التي تعرض لها السوريين في أكثر من موقع جغرافي، ليس فقط في غوطة دمشق، وبأنها تأتي كأقرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية النظام عن هذه الهجمات. لذلك نؤكد على أهمية أن يكون هناك جهود دولية متضافرة تجاه محاسبة النظام عن هذه الجرائم التي ارتكبها وعن كل يعني التاريخ الإجرامي الذي مارسه ضد السوريين. أكد منسق الجزيرة والفرات في الائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف على أن قرار ميليشيات BYD الإرهابية بحظر ارتداء الطالبات للنقاب في المدارس يمثل خطوة خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي السوري، لافتا إلى أن ذلك يؤسس لمرحلة سابقة في تاريخ سوريا. وشدد عبد اللطيف على أن ميليشيات BYD لا تسعى فقط إلى القيام بتغيير ديموغرافي أو تغيير ثقافة المنطقة، وإنما تعمل على تغيير العادات والتقاليد وإدخال عادات غريبة لا يقبلها المجتمع السوري. وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن العشرات من أبناء قرى حوايج وبومصعة وقرى حمار العلي والصعوة وحوايج بوذياب غربي دير الزور خرجوا بمظاهرات ورفعوا لافتات طلبوا من خلالها ميليشيات BYD بالرجوع عن قرار حظر النقاب في المدارس، إضافة إلى مكافحة المخدرات والتهريب والإفراج عن المعتقلين ومنع المظاهر المسلحة وتحسين الواقع المعيشي. يكاد لا يخلو يوما من قيام ميليشيا قسد أو ما يعرف بالإدارة الذاتية من تجاوزات وتعديات على أهالي منطقة الجزيرة والفرات،
وما كان آخر قرار فيما يتعلق بخصوص منع النقاب في المدارس بالنسبة للطالبات من تهديد للنسيج الاجتماعي السوري، وهذا ما يجعل هذه الميليشيا بمصاف التنظيمات الإرهابية التي مرت على المنطقة وقامت بنفس العمل. نحن مطالبون والمجتمع الدولي أيضا بالتحرك الجدي والفعال لمنع ميليشيا قسد من ممارسة هذه الأعمال الاستفزازية لأبناء المنطقة وعدم السماح لها بالعبث بالبنية الاجتماعية للمنطقة. مستمعينا الكرام، ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من الائتلاف الوطني، وفيها بعد الفاصل: دورية مشتركة روسية تركية في عين العرب. أهلا بكم من جديد. سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع الجيش التركي في منطقة عين العرب شمال شرق حلب الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد. وانطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية برفقة مروحيتين روسيتين من قرية أشمة وصولا إلى قرية تل شعير 4 كيلومتر غرب مدينة عين العرب. يذكر أنها الدورية رقم 116 بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا. وفي خبرنا الأخير، قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشيل عون، كلف وفدا بزيارة سوريا لبحث قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الأربعاء المقبل. ويرأس الوفد بحسب الرئاسة اللبنانية نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، كما يضم وزيري الخارجية عبد الله بوحبيب والأشغال والنقل علي حميمة ومدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم. ووفق ما ذكرته صحيفة الأخبار اللبنانية، فمن المقرر عدم تمييع الملف باعتبار أن المفاوضات ستجري بشكل مباشر دون وسطاء رغم وجود عرض روسي للمساعدة في حال حصل خلاف تقني. وفيما يتحفظ السوريون على الاتفاقات والمعاهدات التي يبيع فيها الأسد العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، يذكر أيضا توصل لبنان وإسرائيل بعد وساطات ومفاوضات لاتفاق ترسيم حدود بحرية على المناطق المتنازع عليها بين الجانبين في المتوسط. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرة أخبار الائتلاف قدمناها لكم. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.